السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نحضروا أكلة هندية، وهي إدام على الطريقة الهندية أو مرقة على الطريقة الهندية. أكلة كتجي لذيذة بزاف وسهلة. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير، وبقوا معايا لنهاية الفيديو. في طنجرة الضغط كنوضعوا كمية من الزيت، تقريبا ملعقتين من الزيت، وكنزيدو عليه اللحم، وكنخليو اللحم كيتقلى في الزيت. كنحتاجو بصلة متوسطة الحجم وأربع فصوص من الثوم وقطعة زنجبيل، وكنطحنوهم مع بعض. من بعد ما كنطحنوهم كنزيدوهم على اللحم وكنخلطو الكل مع بعض. كنزيد معجون طماطم، تقريبا ملعقتين من المعجون طماطم. بالنسبة للبهارات كنوضعو ربع ملعقة من الكركم، ملعقة كبيرة من بهارات الكاري، وملعقة كبيرة من بهارات اللحم، والملح حسب الذوق، وكنخلطو الكل جيدا مع بعض. كنخليو اللحم كيتقلى لينا في شرب التوابل، كيتقلى لينا في التوابل. ومن بعد كنزيدو الماء المغلي او الماء الساخن، الماء اللي ينضج فيه اللحم، تقريبا كأسين من الماء، وكنغلقو على طنجرة الضغط وكنخليو اللحم كينضج مدة 35 دقيقة. بعد مرور 35 دقيقة كنفتحو على طنجرة الضغط. عندي 3 حبات من البطاطس، كنقطعهم وكنزيدهم على اللحم، ومن بعد كنغطي على اللحم والبطاطا، وكل بطاطا كتنضج. إذا شفتو أنه ناقص الماء أو محتاج الماء كتزيدو القليل من الماء. وهذه كانت هي وصفة اليوم. من بعد ما كتنضج كنقدموها على هذا الشكل. عندنا في المكونات، نحتاج في المكونات إلى الدجاج. عندي دجاجة كاملة قطعتها إلى قطع صغيرة. بالنسبة للحجم كيبقى اختياري على حسب عدد أفراد الأسرة. وعندي ملعقتين من الياغورت الطبيعي او الزبادي. عندي 3 فصوص من الثوم، ونصف حبة ليمون حامض، والى المطارد نصف ملعقة من المسحوق الثوم، ثوم باودر، ربع ملعقة فلفل اسود، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة كبيرة من الكاري، بهارات الكاري، ربع ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، والملح حسب الرغبة. نضع فيه كل البهارات وملعقتين من الياغورت و3 فصوص ثوم محكوكة بليمونة. نمزج المكونات مع بعض. ناخذ قطع الدجاج ونضعها في الخلطة البهارات. نجيب طنجرة ضغط، يفضل يكون قاع طنجرة ضغط سميك، هي ثقيل بحيث الدجاج ما يتحرقش لنا بسرعة. كنوضعوا قطع الدجاج
مركز طماطم ملعقة، نوزعها. على نار خفيفة جدا لمدة من 20 دقيقة حتى نصف ساعة، تاخذ بزاف الوقت، خلال نصف ساعة كتكون جاهزة. كانت هي وصفة اليوم، كما كتشوفوا هذا هو الطبق، كيجي على شكل بدون ولا نقطة ماء، بدون ماء، هو كينزل الماء من عنده، لا منزيدو فيه الماء. وعندي ملاحظة انه ما خلال إضافة الدجاج في طنجرة الضغط ما قلتش لكم على الزيت، الزيتون، ضفت زيت زيتون، 3 ملاعق من زيت زيتون أو زيت نباتية. بالنسبة للمكونات عندنا حبة بصل، ياغورت طبيعي، انا كنستعمل ياغورت قليل الدسم، 3 حبات من الطماطم مقطعة على هذا الشكل، الى 2 صدر من الدجاج مقطعة على شكل مكعبات، الى زنجبيل طازج مبشور، 3 فصوص من الثوم، ملعقة سكر، الى الزبدة، نحتاج اكاجو واوراق اوراق الحلبة، كريمة، بهارات غرام مسالة، إلى الفلفل الأحمر حار، وإلى المسحوق الثوم، عليه ملعقة ملح، ملعقة من الفلفل الأحمر حار باودر، ملعقة من الثوم باودر مسحوق الثوم، ملعقة زنجبيل، 2 ملعقة من الياغورت. كنخلط المكونات، خليو هاد الخليط تقريبا لمدة 10 دقائق أقل شيء. ملعقة كبيرة من الزبدة، نزيد قطع الدجاج، نزيد قطع الدجاج في نفس الطنجرة اللي قلينا فيها دبر الدجاج، نزيد ملعقة زبدة أخرى والبصل، رائح ثوم، طماطم، نغلقوا عليها ونخليوها لمدة 10 دقائق. نزيد ملعقة من الفلفل الأحمر باودر تشيلي باودر، ملعقة من غرام مسالة، نغلقوا عليها ونخليوها تكمل مدة الطهي اللي هي كانت 10 دقائق. نزيد الأكاجو تقريبا 10 حبات. وضعت الصلصة اللي وجدنا، صلصة الطماطم والبصل، في الخلاط وغادي نطحنها. إذا شفتوها سميكة أو تخينة ولا ثقيلة خاطرة، كتزيدوا عليها قليل من الماء تقريبا 1/4 كوب، وكتستمروا بالخلط وكنصفيوها. بعد فاش كنصفيو كنحصلوا على صوص على هذا الشكل، ملعقة زبدة، أعواد القرنفل أو مسمار، 2 حبهان، ونزيد الصوص اللي طحنا، نزيد ملعقة سكر، ملعقة كاتشوب، ملعقة من أوراق الحلبة، ونزيد الدجاج أو الكريمة تقريبا 3 كوب. هذا هو كان هو طبقنا اليوم، دجاج بالزبدة على الطريقة الهندية أو البتر تشيكن. كنتمنى تكون الوجبة نالت إعجابكم، وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.